زي ما انتم متعودين معانا، تعالوا نروح نشوف مع بعض تقرير البست سيلر او الكتب الاكثر مبيعا ونرجع على طول. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً وذلك في حلقة جديدة من كل أسبوع نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت كتب هذا الأسبوع بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ. تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً الترجمة الأدبية محاط بالحمقى للكاتب توماس إريكسون، ترجمة عمر فتحي، ويشرح الكتاب الأنماط الأربعة للسلوك البشري ويصف أن السلوك البشري في معظمه معقد وغامض. يحتل المركز الثاني كتاب علاقات خطيرة للكاتب الدكتور محمد طه، ويتناول أنواع وتفاصيل العلاقات الإنسانية المؤذية لأصحابها وكيفية التعامل معها. جاء في المركز الثالث كتاب قهوة صباحية مع النفس للكاتبة الدكتورة نشوى صلاح، وتتحدث فيه عن مفهوم السعادة. لعشاق الإثارة تأتي في المركز الرابع رواية جريمة العقار 47 للكاتبة نهى داود، وتدور أحداثها حول جريمة قتل في إطار تشويقي مثير. تختتم قائمة الأعلى مبيعاً برواية الكاتبة نورة ناجي سنوات الجري في المكان، وتدور أحداثها حول العشر سنوات ما بين ثورة يناير وفيروس كورونا ومدى تأثير هذه المرحلة على جيل كامل.